صباح واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح وفيفا. السلسله اللي بنلعب فيها فيفا التيمت تيم 19 بمنتخب العرب. بقالي كتير ما عملناش حلقات، وانا عارف والله ان مش بس بقالي كتير ما عملتش حلقات، بس انا بقالي كتير عامه ما لعبتش فيفا. بلعب لعب تانية زي ايبكس ليجندز وديفيجن من ساعه ما نزلت، بس ما ينفعش برضو ان الواحد يسيب فيفا كتير كده. ومش هقعد اقول الحلقه دي هتبقى اول حلقه من سلسله استمراريه لحلقات فيفا من دلوقتي لغايه نهايه السيزون، عشان كل مره بقول كده ده ما بيحصلش، بس ان شاء الله هنشوف تطور وتحسن. من غير مقدمات كتير تعالوا نراجع بقى ونشوف منتخب العرب كان عامل ازاي. والله ليك وحشه يا منتخب العرب. اه والله ليك وحشه بجد مش بمثل. طبعا التيشيرت اللي لابسها دي تيشيرت فريق الفرسان الجديده لسه واصله. اللي متابع على انستغرام هيبقى عارف انها لسه واصله. طيب دخلني بقى على الفرقه عشان انا بقالي كتير ما شفتهاش. والله ما انا فاكر مين اللعيبه اللي كنا محتاجينها. نفتكر كده، دي محرز عايز عقد، تدي له عقد. خد يلا محرز عقد، يلا خد يلا محرز عقد يلا. الفرقه بتاعتنا هي بونو في حراسه المرمى، بن عطيه وفضيل، اشرف حكيمي الفيوتشر ستار، فوزي غلام. اخر مره كنا جبنا يونس بالهند سي دي ام، جنبه نبيل بن طالب اي تي، لان ما اعتقدش ان ننزل نبيل بن طالب كارت احسن من كده. والنني هو اضعف لعيب للاسف في نص الملعب، بس محتاجينه علشان تريزيجيه وصلاح ومحرز. ودي كانت واحده من التشكيلات. في تشكيله تانية برضو. ايوان دي التشكيله التانية. صح بصراحه كده انا عايز العب اول ماتش ليا من زمان بالتشكيله دي. عبد الرزاق حمد الله 85، اهلا بك في منتخب العرب. تعال يا حمد الله، تعال باللي انت بتعمله ده، انا لازم العب بيك، لازم. انت بتعمله ده مش قليل. واحب اوجه رساله من منصبي هذا لهيرفي رينار مدرب منتخب المغرب، واقول له بطل تدور على مهاجم لمنتخب المغرب في بطوله افريقيا، بطل تدور لان عندك حمد الله. حد لاقي حد زي حمد الله يا اخي؟ ده في ناس هتموت على نص فيروت. نص جاهزين. منتخب العرب يعود من جديد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، دي روسي 90 وزلاتان ابراهيموفيتش سنتر باك. اه ده انا بقالي كتير ما لعبتش. ده واضح ان في حاجات جديده بتحصل في فيفا وانا بقالي كتير ما لعبتش ما شفتهاش. هشوفها بقى دلوقتي. لا احمدي حلو على طول عند فوزي غلام. فوزي نور الدين مرابط طبعا منتشي بالانتصار على الهلال وصداره الدوري. نور الدين عموري ما زالت لولا الاصابه والله يا عموري اللعينه التي طردتك في هذا الموسم كان زمان عندنا ليك كروت. ايه يا عسل، ساتر يا رب. امسك يا بونو عموري، يحط الزاش على زاش. يلا ابو الزيش، يلا ابو الزيش، عندك اتنين سترايكرز. ايه بقى جوه بقى اتنين سترايكرز؟ ايه بقى حمد الله، حمد الله ال 85 يقول لا 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 لا. دخل على طول عمل بوز. طبعا لازم يعمل بوز، انا ما بنعرقش. الكرة دي قوي قوي قوي. زياش زياش عموري يا رب، ما هذا الذي يحدث؟ اوعى 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 منه، اوعى منه اللي داخل ده، اوعى منه. الحمد لله هرنان يا كريسبو، هارد لك يعني. نور الدين رابط يلعب عند حكيمي. اشرف اشرف اتحرك له. حمد الله حمد الله حمد الله ما بيحركش، حمد الله ما بيحركش. حمد الله ينضم المنتخب العرب علشان يقول كلمته. ياخد شوية ريسك كده بونو، بس ما يهمناش طبعا، بونو فاهم هو بيعمل ايه. حكيم اي حكيم، ما الذي تفعل؟ بن عطية بن عطية ما تسيبوش. ولد يا بن عطية ولد ولد. فيرسالي كنا مع عمرو يقول له رايح فين يا فيرسالي؟ رايح فين؟ احنا ما بنهرجش هنا. يلا يا سومة يلا يا سومة. زياش مرابط، زياش زياش بوم، زياش زياش زياش. تبا لك دون روما. ساندرو دي روسي ماتويدي كريسبو. اوعى ال1 2 اوعى ال1 2 اوعى ال1 2 بنقول بقى لنا كتير. لا ليه دخلت بغشوميه كده؟ ليه يا ابن عطية؟ ده هو أصلاً ما كانش رايح في حتة. طلع بونو. يلا يا بونو! سوري يا دروسي. آسف والله يا دانييلي، والله يصعب عليا إن أنا أصد لك بنالتي. بس. ياي 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 ياي. ينتهي الشوط الأول. 2-0 المنتخب العرب. عاش يا رجاله والله. بداية الشوط الثاني
حاسس كده ان في امل عند الراجل ده وهو داخل الشوط التاني. عموري بيدور على التمريره يحطها لمرابط الى السومه. سومه 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 عدى وسومه خلص. سومه عدى سومه خلص. التالت عمر السومه. لازم تطلع شكلك كده يا مرابط. الحدي ادي له رزاق. حط يا سومة. ده الكام ده الرابع. اتنين السومة اتنين حمد الله بيقولوا لي لا يعني انسى بقى. انسى صلاح وانسى محرز وانسى الناس دي خالص. احنا المهاجمين اللي لازم نلعب. عموري عموري يا سلام يا ابني. يا سلام يا ابني. ويحط عموري ثرو وشوف سايد وشوف سايد. لا يا زياش انت بتهرج. لا 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 انت بتهرج طبعا. عموري حكيم زياش 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 حمد الله. افتكرت انا حطها في البعيده ولكني حطيتها في الضيقه. فضل يشيء غير سالكو. اوعى منه ده. اوعى منه ده جت في العارضه. الحمد لله. اوعى دي روسي. ولد عموري ولد عموري. عمر عبد الرحمن عمر عمر السومه لمرابط ومرابط لزياش وزياش في القائم. برضه فاول برضه فاول. الحكم مصمم. حلوه يا زياش. حمد الله والسومه. حمد الله 4-6-0. عوده منتخب العرب لفيفا بتبث الرعب. الرعب في كل واحد ماسك جويستيك. رعب. والراجل مش عايز يعمل اكزيت لانه مستمتع مستمتع باللي بيحصل فيه. قال لك ما ينفعش انهي اللي بيحصل فيا ده باكزيت. لازم اكمل لازم اتفرج واحاول اتعلم. ركنيه نتمنى نطلع بكلين شيت يا رجاله. ولا ده لابونا ولا هدي يا سومه. دي روسي عايز يجيب جول بس في نفس الوقت عارف انه بيلعب ضدي مش هاين عليه يجيب فيا جول. الله على اخلاقك يا فخر ايطاليا. وتريزيجيه اول كره هيتريزيجيه بقى ينطلق بقى التريزي بقى. وسع على جيرفينيو يلا ده تريزيجيه يلا. وسع على منك لو يلا ده تريزيجيه يلا. وسع على تريزيجيه يلا البامبي يلا. وسع يلا وسع يلا. ضربة مرمى بعد كل ده ضربة مرمى. لا لا ما يجيبش جول. عاش منتخب العرب الانتصار الاول بعد اسابيع من الغياب. 6-0. عودة قوية. حمد الله رباعية والسومة ثنائية. الله الله عليكم يا رجالة. سعيد وفخور بفرقتي. ويلا بينا على الماتش التاني. نفس التشكيلة طبعا. اسف صلاح اسف محرز اسف منتخب العرب التاني. بس الفرقة اللي بتكسب لازم تفضل تلعب. طبعا زي ما انتم شايفين المنظر اللي احنا بنبص عليه ده هو منظر استاد السان سيرو بتاع ميلان او جيسيبي مياتزا لو انت انتريستا. يلا يا رجالة نلعبها سيارة مفيش مشكلة. فضل لا 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 افضل. اوه ازاي عمل كده. لا يا فضل خالص اللي انت عملته ده. انا كده مش مبسوط وفي ضغط. يلا حمد الله وزياش بس في ساندرو لازم نعدي منه. زياش حط كتفه لم عمل عرضية حلوة. يلا يلا حمد الله. حلوة كانت في الأرض. يا عبد الرزاق يا عبد الله يا لعيب قوي. لا 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 ما عملتش كده. ماشي 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 ماشي. يا ابن اللعيبة يا ابراهيم يا ولد شفت الطريقة؟
لا لا كانت حلوه. تعالى عمال يتكلم عليه قبل ماتش. اوبا يلا 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 يلا. لا يا سوما وحشه قوي. وحشه قوي يا عمر يا سوما. لا يا حكيم يا زياش كل دي توقيفه. مشيت شويه كفته عارف. فاول. سوري اعتذار اعتذار. قدم اعتذارك يا احمدي عشان ما تاخدش انذار. بتاع الشوط الاول 0-2. انا عايز اطلع كريم الاحمدي بصراحه. مرابط كنت عايز اطلعه بس هسيبه شويه كمان. ليه؟ لان الراجل جايب جول. الراجل جايب 4 تجوان في اول مباراه ليه مع النادي. ايه ده. انزل عليه يا نهار ابيض. طاقت يا ابو. انا مش فاهم هو بونو ده بيعمل حاجات غريبة قوي والله العظيم. بونو ده ساعات زيش. انا مش مصدق ان انت بتحطها كده يا جماعة. حكيم زيش 89 قوته. يلا يا مرابط. هيا قلت لكم مرابط جايب جول ما يطلعش. كله راح مع الباص بس ايه. تاك قوي 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 يا مرابط. يا لهوي يا سومة. فاول طبعا. يا ولد يا اموري. ايه يا جماعة ده؟ شفت الفاول؟ مش ممكن الحلاوة يا ابني. لازم مينفعش ازعق كده. حاول اهدي نفسي شوية. مش قصدي والله. الظاهر طبعا. يا راجل عمل نص كونكشن ومرابط بيشوط عشان يجيب الهاتريك. عملت اكزت. ماشي يا عم والله. مرابط كان لسه دلوقتي حالا هيرزع ويجيب الهاتريك. المباراة الثالثة. اول ماتش كسبنا 6-0. تاني ماتش كسبنا 4-1 والراجل عمل اكزت. مرابط عمر السومة يعمل انطلاقة كده ويقول له محدش يحط رجله معايا. انا ما يتحطش الرجل معايا. عرضية عموري سومة. سومة بيلف ويبص ويلف ويشوف. حلوة اوي حلوة اوي حلوة اوي. صارة العرضية زيش. ايش طب. اوه ايدي 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 الكرة دي. لا يا نهار ابيض على المرتد ده. يلا يا رجاله خش نام بقى شويه سون. لا يا احمدي. لا مش ممكن. انا بدافع وحش قوي. انا بتصربع ليه بقى؟ في استهزاء كده. استهانه بالخصوم. وحش قوي بصراحه. لا لا ايه ده ايه ده. يا خش بقى. يلا بقى حكيم بقى. يلا بقى زياش بقى هات الكرة بقى. يلا بقى. حلو قوي الثرو ده. ولد يا عموري مش ممكن. لعيب قوي عموري ده قوي. حلو قوي الجول ده رجعنا تاني في الماتش. يلا يا عموري قوي. يلا مرابط. يلا يا سوما نهارك ابيض. هيا حكيم زياش. حلوة زياش قوي. يلا 2-2. زين 3 ماتشات 3 انتصارات ان شاء الله. اي يا
يلا ابونو يلا بالعافيه. سايد برضه هو بيعمل اوف سايد تراب، يعني اوف سايد تراب فقير قوي ان انا اقع فيه. بس كده بس كده بس كده قلت لكم بيعملوا اوفسايد تراب قوي بيه قوي. عامل تسلل سهل قوي قوي، يضرب بسهوله. يلا تريزيجيه ولا دسومة قوي، ولا دسومة قوي. يلا يا ديفيد، يلا يا محمود، يلا يا حمد الله. هات لي يا ابني الثلاث نقط يا ابني، هات يا حمد الله الثلاث نقط يا ابني، هاتهم. قلنا النهارده هنلعب ثلاثة عشان تكسبهم الثلاثة. أنا هرقش. يلا يا تريزيجيه، يلا يا تريزيجيه، هات جول أنت كمان. يلا يا تريزيجيه. خمسة ستة وخمسة واربعة وكله بكل الوان الطيف. منتخب العرب النهاردة خلاص بيعلن، خبوا عيالكو، منتخب العرب جالكو. ده مصمم برضه، حرام. مصمم يعمل برضه تسلل في كل كورة. عاش منتخب العرب، انتصار تالت، تالت تلات ماتشات، تلات انتصارات. وكده من هنا بعد التلات انتصارات من تلات ماتشات ان شاء الله دي تكون عودة لحلقات صباح وفيفا ومنتخب العرب. النهاردة لعبت بالتشكيلة دي لاني فعلا كنت عايز العب باللعيبة دي، لان ماتش النصر والهلال اثر فيا بصراحة، يعني كرة ماتش كان حلو، فكنت عايز ان انا العب وكانت وحشاني، يعني عمر عبد الرحمن كان وحشني برضو، وكنت عايز اشوف حمد الله ال 85 ده ينظمه، ده انا كنت فاكر ان انا معايا 83 هو العالي. المهم كالعاده يعني سيبوا في الكومنتس تحت رايكم في الفرقه، مين اللعيبه اللي عايزينها، لو في لعيبه عرب جديده نزلت انفور يا ريت تقولوا لي وانا ممكن ما اكونش عارف. وكالعاده ما تنساش تدوس على الدايره تظهر هنا عشان تعمل سبسكرايب واشترك في القناه على يوتيوب، واعمل لايك على يوتيوب، شير على فيسبوك وتويتر على تويتر، لو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا. كان معاكم عمرو الصوحي واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.